يعني اقول انا وضايج ومخثوث مع الاسف. احنا بهذا البلد ابو النظافه عامل النظافه هيك تعامل، بالعكس احنا تعبانين وجهد علينا. وحتى المواطن اكو مواطن جوز 99 ما اقول 9 ما يضلهم 95% ما حد متعاون ويانا بالشارع، ما حد متعاون نهائيا، يعني نادرا تشوفين ابن الحلال او فشي يتعاون ويانا. شنو اللي نشوفه بالشارع؟ اشكال الحكي الغلط الغلط الحكي الغلط الغلط ما ينوصف ست عليك؟ ما ينوصف يعني مع الاسف، يعني مع الاسف. اي والله احنا المفروض اليوم اي واحد يفوت من يومكم يحييكم ويشكركم ولكم كل الاحترام والتقدير من عندنا، لان انتم افضل كل هذه درجات الحراره، وحتى بالشتاء بايام الشتاء بعز المطر ان انتم واقفين وتادون واجبكم. واجب هذا 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 وطني، انا هاي الوطنيه مالتي نهائيا ما حد يزود علي ابد، هاي وطنيتي اول مره بلدي، احسن ما اجيب لي واحد من خارج البلد يدمرني ويدمر بلدي. هاي شغله منتين من عندي. الشغله الثانيه اليوم ايش تقدم لبلدك تقول هذا وطني ما تستحي من عندك؟ ها؟ خجلني بالله وطني مع الاسف ما اقدر اكمل. يعني اليوم رجل عنده عائله واطفال واقف بعز هاي واقفوا بعز درجات الحرارة، أعلى درجات الحرارة، واقفوا هنا ويم الكابسة ويم النفايات ودي ودي يتحمل أشكال الأمراض والجراثيم على مود راتب 300,000 يعيش بيه أطفاله وعائلته، ويقول أنا مقبل على أيام دراسة وحتى فلوس الأطفال مال المدرسة ما عندي أشتري لهم مستلزماتهم الدراسية، وكل هذا المتحمله يقول الخاطر وطني أو خاطر بلدي والخاطر العراق، ويجي شخص يهدده بالقتل اثناء واجبه واثناء عمله.